السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم لدينا مكون القسط، مرحبا بكم معنا مجددا تحت عنوان أشكر الناس. إذن شكر الناس من الإحسان. الأهداف، أهداف الدرس: أولا أتعرف عبارات شكر الناس، ثانيا أستعمل عبارات الشكر في الوقت المناسب. هيا بنا أطفالي لنأخذ الكتاب صفحة 76. هيا تتبعوا معي، سأقرأ لكم الوضعية. سافر بشير مع أبيه على متن القطار، وفي المقصورة قدم له مسافر قطعة حلوى، فأخذها بشير وسكت. فقال له أبوه: ألا تشكر الرجل يا بشير؟ ألا تعرف أن من شكر الناس شكر الله؟ سأعيد، المرجو أن تتبعوا معي. سافر بشير مع أبيه على متن القطار، وفي المقصورة قدم له مسافر قطعة حلوى، فأخذها بشير وسكت. فقال له أبوه: ألا تشكر الرجل يا بشير؟ ألا تعرف أن من شكر الناس شكر الله؟ هنا بشير سافر مع أبيه، وفي المقصورة قدم له شخص قطعة حلوى، فأخذها بشير وسكت. فقال له أبوه: ألا تشكر الرجل يا بشير؟ ألا تعرف أن من شكر الناس شكر الله؟ إذن ما رأيكم في تصرف بشير؟ أو لماذا أنب الأب ابنه؟